قول المستحيل ليس الهلال، وأشدد عليها بأنه المستحيل ليس الهلال، ولا يمكن أن يكون المستحيل موجودا في قاموس وتاريخ نادي زعيم القارة الآسيوية، زعيم الكرة السعودية. الكبار فقط وجود هم من يعرفون كتابة وصناعة التاريخ. هلال المجد، هلال يرفع الرأس. في الكرة السعودية من الممكن أن تختلف في كل شيء، لكنك بالتأكيد ستتفق على أنه الهلال نادي لا يعرف المستحيل. اليوم لا نريد أن نكرر أنفسنا، لكن لما نتحدث عن نادي بحجم الهلال وقيمة الهلال المادية والتسويقية وموقوف لمدة فترتين تسجيل، وأيضا حجم الإصابات المتكررة والمتعددة وبالذات تخص فيها سلمان الفرج وياسر الشهراني والبريك وعبد الإله المالكي وأيضا حمد اليامي، وتذهب إلى الرباط أو إلى المغرب ككل وسط كل هذه الظروف، وتقابل في المباراة الافتتاحية صاحب الأرض والجمهور وأمام جمهور مخيف ورهيب، ويستطيع أن يسجل هدف الأسبقية، ثم تعود في المباراة وتنتصر بكل شجاعة وثقة في علامات الجزاء. ومن يسدد لك؟ اترك ماريجا واترك فيتو، تتحدث عن لاعبين شباب، صالح الشهري، الحمدان، أيضا مصعب الجوير، وهؤلاء يسجلون بكل ثقة. اليوم لابد أن نؤكد، وأرجو أنه يعني ما يزعلون علينا الأجيال السابقة، أنه تتحدث عن جيل غير عادي على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري وعلى مستوى العالمي. يا جماعة الخير، هذا الجيل وصلنا إلى نهائي كأس العالم، نهائي كأس العالم كحلم للكرة السعودية. الهلال اليوم زي ما قلت البطاقة الثانية هنا، باقي البطاقة الأولى. يمكن قلة، قال فهد العتيبي، قلة من الناس اللي كانت متفائلة بأن يصل الهلال إلى هذه الموقعة وهذه الملحمة التاريخية، وأنا صراحة